حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست 2011 ولقاءات مع أشهر نجوم الفن والإعلام والرياضة مع بوسي شلبي. ولسه اللي جاي أحلى على النهار، زي ما طلعنا في رمضان وبقالنا 7 شهور، احنا أقول استنونا في رمضان اللي جاي وإن شاء الله اللي جاي أحلى. إذا كنت أنا صادق في ناس هتتفرج عليا أينما كنت، يعني ده وده فضل ربنا سبحانه وتعالى. انفراد تلفزيون النهار بأول لقاء للفنانة غادة عبد الرازق وزوجها الإعلامي محمد فودة مع بوسي شلبي. حبيت وارتبطت بغادة الإنسانة، بحيث إن هو يطلق عليه كلمة الرجل. عيشوا معايا مهرجان دير جيست. بوسي شلبي أحلى النجوم في الأوقات التالية على تلفزيون النهار.